بعض النتوءات قد تحصل في المنطقة، وهذا مع الفترة الزمنية. كما تعلمنا أن نتغذى ونأكل بوعي، دعونا نتعلم كيف نتشافى أيضا بوعي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد. لا تزال تصلنا أسئلة عديدة، وكل أسئلتكم يأتي بها فريق العمل، وهي بالطبع يعني نهتم بها جميعا. من ضمن هذه الأسئلة، وردتنا أسئلة كثيرة حول التهاب مفصل الورك. يا دكتور، ما هي أهم طرق العلاج؟ ما هي أعراض الالتهاب الورك؟ ما هو سبب التهاب مفصل الفخذ؟ ما هو علاج التهاب مفصل الفخذ؟ ومنهم أكيد السؤال دائما يعني يأتي من الجميع حول أي مرض، هل هذا المرض يعتبر خطير مفصل الورك؟ هل التهاب الورك خطير خطير خطير؟ هل له علاج؟ كل هذه الأسئلة دائما تتكرر في العديد من الأمراض. وبالطبع كل من يعاني من مشكلة ما يعتقد أن فقط هو الذي يعاني في هذه الدنيا. وطبعا من ضمن الأسئلة، هل مر عليك يا دكتور حالة التهاب الورك ولا لا؟ نبدأ بالطبع بعرض المشكلة وحتى نفهمها بالشكل الصحيح، والأسباب التي أدت لهذا الالتهاب. حين نتكلم عن الورك نتكلم على منطقة محددة، نقطة التقاء في عظام الفخذ مع الحوض، وهي المنطقة خلينا نسميها الحرجة، وبها ما يعرف بالجيب أو منطقة كده يعني سهل تكون فيها بعض الأكياس. كلمة التهاب، حين نقول في عندي التهاب، وهي النقطة والمؤشر الأول لأي مشكلة مرضية، تبدأ بالالتهاب وليس بالعدوى. ومن ضمن المؤشرات الالتهاب هو الإحمرار، الألم، وبالتالي يوجد ألم في وضعية ما. إذا تزامن أن لم نأخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار، تتوالى الأحداث، يكون هذا الالتهاب كيس من الماء، وهذا طبعا يساهم في زيادة درجة مين الالتهاب. بالطبع توالي المشكلة يصبح هناك يعني بعض النتوءات قد تحصل في المنطقة، وهذا مع الفترة الزمنية، وقد يتحول هذا الالتهاب إلى عدوى بكتيرية في مرحلة من المراحل. وطبعا كلما زادت المرحلة معنى ذلك أنا في الاتجاه الخاطئ. ما معنى الاتجاه الخاطئ في العلاج؟ أنني أستخدم المسكنات فقط، أستخدم الكورتيزونات فقط، وبالطبع أشعر براحة لحظية، ولكن لم أذهب إلى الأسباب الحقيقية حتى أعالج هذا الموضوع. واحدة من الأسباب الهامة وراء التهاب الورك هي من عادات وتقاليد، بمعنى الوقوف الغير الصحيح. كثر منا بعد مرات بيكون طبيعة عمله تستدعي الوقوف لفترات طويلة، فيتعب فيأخذ جانبا أو يركز على جانب دون الآخر، وهذه طبيعة مهنة، كل يوم يمارس هذا الوقف، كل يوم يتعب من هذه الوقفة، فنجده بعد مرور فترة قليلة من الزمن أن هناك تركيز على جانب دون الآخر، فيظهر لديه هذا الالتهاب. هناك من يصعد السلالم أو ينزل من السلالم بسرعة، أو يقفز بعد مرات درجتين أو أكثر، من باب اللهو، من باب السرعة، من باب الاستعجال، ولكن هذه الحركات الغير مدروسة الغير موزونة مرة على مرة تؤدي إلى التهاب هذا الورك. إذا نشوفوا أسباب
يعني غير منظورة غير متوقع، ولكن تكون سبباً لآلام مبرحة قد يصعب الخروج منها في الطرق التقليدية أو بالمسكنات كما يعني تتعودون. من الأسباب الأخرى الآن خلينا نحكي عنها المرضية، هي إصابة مباشرة للمنطقة. تعرضتم لحادث مثلاً، حادث سير، فجاءت صدمة، سيارة ضربت هذه المنطقة من الورك، أو صار في مثلا وقوع على هذا الجانب فجاءت الضربة في هذه النقطة، طبعا يسبب التهاب في الورك. هناك أسباب أخرى مثل التهابات الروماتيزمية، بالطبع هو في النهاية مفصل، والالتهاب الروماتيزمي يصيب كل المفاصل دون استثناء، فيصبح أو تصبح هذه المنطقة تحديدا الأكثر ألما. هناك مشكلة بعد مرات في الكالسيوم، فتظهر نتوءات، فهذه النتوءات الكلسية لا شك أنها تسبب هذه الآلام بشكل مباشر. في بعض الحالات النادرة صراحة حين تكون هناك الصدفية متمركزة في هذه المنطقة تسبب التهاب شديد اللهجة وآلام طبعا مضاعفة هنا في هذا الاتجاه. إذن هذه الأسباب يجب أن نتعلمها، وقد تكون أهم بكثير من الوصفة، خاصة الأسباب الأولى التي ذكرتها وهي الحركات اللا إرادية التي نعملها. وأنا يعني أؤكد دوما أن معرفتنا لهذه الأسباب أهم من معرفتنا عن الوصفة وكيف نأخذها وكيف نعملها، لأنه لو أعطينا الوصفة وإحنا لا نزال نتعامل أو نمشي بخطأ أو نقف خطأ أو نلهو بالطريقة حتى الخاطئة، فلا جدوى من هذه الوصفة. إذن كما تعلمنا أن نتغذى ونأكل بوعي، دعونا نتعلم كيف نتشافى أيضا بوعي. والتشافي بوعي يجب أن نفهم أولا الأسباب، ومن ثم يأتي يعني تحصيل حاصل في تصحيح عاداتنا وتصحيح أمورنا، يأتي الشفاء تلقائيا إن شاء الله. إذن محور الوقاية من هذا الأمر، والوقاية خير من قنطار علاج، يأتي بالتزام بكل هذه الأمور، أن نقف بشكل صحيح، أن نصعد السلالم بهدوء، لا نقف على جانب دون الآخر، هناك حركة ثني الرجل وتركيزها على الحائط مثلا، وهذه من أخطر ومن يعني أصعب حالات الوقوف، وللأسف نجدها متكررة جدا، وهذه تؤثر بشكل مباشر على مفصل الورك. إذن هذا جانب من الوقاية. الجانب الآخر هو تدليك المنطقة عند الشعور بالألم بزيت الكتان. زيت الكتان رائع جدا ويساهم في تخفيف حدة الألم هنا بشكل جميل جدا. وذكرنا مرارا وتكرارا، وهنا يأتي دورها أيضا، هي لية الخروف. وفي بعض الأحيان قد يصعب علينا أو تسألون مرارا كيف نستخدم لية الخروف، هي كما هي أم نسيحها؟ كما تريدون، هي على البارد ممتازة، سيحناها ممتازة. إذا كان هناك تسيح لها وحصلنا على هذا الزيت من اللية، بالإمكان خلطه مع زيت الكتان وتدهين المنطقة بشكل مباشر، ونحصل على نتائج سريعة. كل من استخدم وصفة لية الخروف وتحديدا لمشاكل عرق النساء قال أن أثناء تدليكه، شوفوا أثناء وليس بعد،
تدليك بلية الخروف كان يشعر بحدة الألم إيش أنها تزول، وبالتالي هي من الوصفات السريعة جدا. بعد ذلك ننتقل إلى المكملات الغذائية. تمام؟ طيب ما هل هناك مكملات تساهم بشكل أسرع للخروج من هذه الأزمة؟ نعم طبعا. أولا في استنادا إلى قبل قليل زيت الكتان، هناك كبسولات من زيت الكتان تسمى فلاكس سيد أويل. هذه الفلاكس سيد أويل موجودة بكبسولات زيتية كما هي كبسولات الأوميغا 3، كلكم عارفينها، شبيهة بها وتقريبا نفس اللون، وتكون على هيئة كبسولات، فنأخذ كبسولة صباحا ومساء فبكون جميل جدا. هناك أيضا إذا كان التهاب هذا المفصل وبالأخص لكبار السن ما بعد 50 سنة مرتبطة أيضا بالخشونة، فنفضل طبعا المنتج البحري المشهور للجلوكوزامين والكوندروتين، فهذا يعطي نتائج جميلة جدا في هذا الاتجاه. لا ننسى أن الكركم والكركمين هنا كمضاد التهاب ممتاز جدا في هذا السياق، ويأتي إن شاء الله بنتائج جميلة. لا ننسى كما نقول دوما أن مهما كانت الوصفة أو المكمل الغذائي رائع وفي الاتجاه المطلوب، لن يأتي بجدواه دون وجود نظام غذائي صحيح. والنظام الغذائي الصحيح في مشاكل الورك والتهابات الورك يجب أن يركز على المنتجات البحرية، على الأسماك. فلو كان لدينا على الأقل وجبتين في الأسبوع من منتجات الأسماك أو منتجات ثمار البحر كالشرمب أو القريدس أو ما يعرف بالجمبري، هذه المحار كذلك، كل ما يتعلق بثمار البحر هو مرحب به لأنه مصدر من مصادر الكولاجين. شوربة السمك لا ننساها، أن تدخل ليس من الشرط في هذه الحالات أن تكون مصاحبة لوجبة سمك، هذا الأفضل، ولكن لو كانت أيضا في الأيام العادية يكون أيضا ممتاز جدا، لأنها اليوم متوفرة كوجبة ثمار البحر يطلق عليها، وبالتالي من السهل أن أستخدمها مثلا 2-3 أيام في الأسبوع، وتعتبر من مصادر الكولاجين الطبيعية المعززة للوصفة والمعززة طبعا للمكمل الغذائي. طبعا المتابعين القدامى، خلينا نحكي كده، يعرفون أن أساس هذا الكلام الابتعاد عن مثلث برمودا. وللمتابعين الجدد، ما هو مثلث برمودا؟ هو الابتعاد عن أهم 3 مصائب تشكل خطر مباشر في صحة الإنسان أيا كان اسم المرض: السكر الأبيض، الطحين الأبيض، والزيوت المهدرجة. كلما كنا أكثر بعدا عنهم كلما كنا أكثر صحة. تمام؟ وطبعا المنظومة العامة لكل قصة المفاصل لأنها مرتبطة مع بعضها البعض، الكولاجين لا ننسى، الكالسيوم، السمسم الأبيض الكامل، الطحين البيضاء مساء، لأن الكالسيوم يمتص مساء وليس صباحا أو ظهرا أو عصرا. تمام؟ وتكلمنا وهناك سلسلة أدعوكم لمشاهدتها حول هذا الموضوع، سلسلة المفاصل، وإن شاء الله دوما تكونوا بصحة وعافية، وهذا ما نتمناه لكم دوما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.